السلام عليكم. في موكب مهيب شيع آلاف المواطنين في محافظة مأرب جنازة شهيد الحقيقة الزميل عبد الله القادري مصور قناة بلقيس، والذي استشهد أمس الأول بعد تعرضه وزملائه لقصف حوثي أثناء تغطيته للمعارك في محافظة البيضاء. وفي الحادثة ذاتها أصيب الزميل ذياب الشاطر وخليل الطويل وزملاء آخرون أخضع بعضهم للعلاج في المستشفى. إذن شهيد جديد من الأسرة الصحفية ينضم لقافلة طويلة من شهداء الحرب الذي رحل منه الكثير منذ أشعل الحوثيون الحرب في 2014. وقد نعت قناة بلقيس مراسلها المتفاني عبد الله القادري ودعت اتحادات الصحفيين العربية والدولية إلى ممارسة ضغط على الحوثيين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والصحافة. وسبق أن صنفت ميليشيا الحوثي كثاني أخطر جماعة على الصحفيين بعد تنظيم داعش على مستوى العالم. بعد رحيل عبد الله الذي ترك ندبة حزينة في قلب كل من عرفه، نتساءل هل سيتوقف مسلسل استهداف الصحفيين؟ وكيف يمكن حماية بقية الصحفيين الذين يمارسون أعمالهم في مناطق الاشتباكات؟ وهل يمكن أن تتخذ الحكومة الشرعية ونقابة الصحفيين وأصحاب وسائل الإعلام إجراءات أكبر لحمايتهم في اليمن؟ أعزائنا المشاهدين، المساء اليمني يتحدث عن الزميل عبد الله القادري ويناقش المخاطر الجمة التي تحدق بالصحافة والصحفيين في اليمن. وسوف يكون معنا في هذه الحلقة الصحفي ومدير إدارة المراسلين بقناة بلقيس الزميل وليد البوكس، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ وليد. مساء النور. أهلا بك وللمشاهدين الكرام. عظم الله أجرك بداية أستاذ وليد وأجر جميع من في القناة وكل من عرف عبد الله القادري. نترحم عليه. ودعنا قبل أن نبدأ نذهب لمشاهدة هذا التقرير. نعم تفضل. الصحفيون لا أماكن آمنة لهم في اليمن. قوانين الحرب الدولية تجرم على أطراف الحرب استهداف الصحفيين، لكن من يقنع ميليشيا الحوثي أن عبد الله القادري ومحمد القدسي ودياب الشاطر صحفيون مدنيون يمنع استهدافهم؟ مؤخرا انضم القادري لكوكبة شهداء الحقيقة، سبقه القدسي وعبد الله قابل والعيزري والشيباني والزبيري، بالإضافة إلى الصحفي محمد العبسي الذي لم تكشف تفاصيل اغتياله حتى الآن. كل هؤلاء ضحايا إعلاميون سقطوا منذ اندلاع الحرب في 21 من سبتمبر 2014 إبان انقلاب الحوثيين. هنا في ميسرة جبهة سرواح حيث تروح عبد الله القادري شاهد الحقيقة وشهيدها، الأصيل الذي تعرفه كل مأرب، ترابها قبل سكانها ومتارسها قبل صحارها. رحل عبد الله في قصف استهدفه هو ومجموعة من الصحفيين كانوا في طريقهم لتغطية الأحداث في محافظة البيضاء. وجوار عبد الله أصيب الزملاء ذياب الشاطر وخليل الطويل وسليمان النواب وغيرهم ممن كتبت لهم النجاة بصورة لم يستوعبوها بعد. بعد أن بدأت ميليشيات الحوثي تطلب بصواريخ الكاتيوشا والمقذوفات إلى الخطوط الأمامية. اليوم تبدو مهنة الصحافة الميدانية في اليمن مجازفة حقيقية بالحياة، فلا حرمة للعاملين فيها من قبل أطراف الحرب، بينما تكتفي النقابات والمنظمات المحلية والدولية بإصدار بيانات استنكارية والحكومة ببعث برقيات تعزية لا غير. إذن لا تحركات دولية ولا حكومية لحماية الصحفيين في اليمن قبل الموت، ولا إجراءات قانونية لملاحقة القتلة أو تخليد وطني لهذه الأسماء التي بذلت دماءها في سبيل الحقيقة يوما ما. توالت برقيات العزاء الرسمية برحيل عبد الله، لكن الحزن الذي خيم على الناس كان أبلغ تأثيرا من فراق المدينة أحد أبر أبنائها. إذن أستاذ وليد، عبد الله القادري آخر شهود الحقيقة يسقط في الميدان، ما الذي خسرته بلقيس وأنت كمدير للمراسلين وأيضا الوسط الصحفي في فقدان الزميل عبد الله القادري؟ طبعا بداية آسيا، دعيني أن أعزي أسرة الزميل والصديق العزيز عبد الله القادري الذي استشهد بهذه العملية الغادرة الجبانة. وأنت تعلمي أيضا وجميع الزملاء في الوسط الإعلامي والصحفي ما أقصاها من لحظات أن ينقل الصحفي أو العامل في حقل الإعلام والمهنة مهنة المتاعب خبر استشهاد أو مقتل أو جرح زميل له، فما بالك أن يكون مصور أو مراسل أو عين الحقيقة كما حدث مع الزميل عبد الله.
الزميل عبد الله القادري ونحن نعزي أسرته الصغيرة والأسرة في بلقيس والأسرة الكبيرة في مأرب والأسرة الأكبر اليمن والوطن بشكل عام. لم يكن عبد الله مجرد صحفي أو مراسل، عبد الله كان قبل كل هذا وذاك كان إنسان. عبد الله كان بالنسبة لنا في بلقيس وتحديدا في شبكة المراسلين هو أشبه بكلمة السر أو الباسورد في مأرب حقيقة. يعني بخسارة عبد الله أو برحيل عبد الله خسرنا خسارة بالغة. يعني أنا شخصيا أشعر بأن خسارة عبد الله مستنا مباشرة في القلب. يعني عبد الله كان هو المصدر منذ سنوات طبعا لأكثر من وسيلة، ليس لبلقيس فقط. عمل من بحدود قبل 12 سنة مراسل ومصدر المعلومات لوكالة عالمية لتلفزيونات عربية وعالمية، منها على سبيل المثال الوكالة الفرنسية والتلفزيونات الجزيرة، القنوات كثيرة عديدة اشتغل لحسابها عبد الله بدون أن يظهر ويقول، مع أنه طبعا صغير كل من يشاهد عبد الله يقول مش معقول. بأن كان هو الوحيد الصحفي في مأرب منذ فترة مبكرة تماما ينقل ما يدور، مصدر للمعلومة لجميع المراسلين عندما كنا في صنعاء من سنوات. يعني وعبد الله يتميز بدقة المعلومة والخارطة الذي يمتلكها عبد الله لا يمتلكها أي صحفي آخر في مأرب وربما في المنطقة الشمالية عموما. عبد الله دائما عندما يبحث عن المعلومة يدعمها بصورة ومن عمق الله، ولذلك أصيب طبعا المعلومة أيضا. يعرف الجميع بأن عبد الله أصيب قبل هذه الإصابتين، وكانت إحداها في شبكة العين اليمنى أو اليسرى قبل عام من الآن، وقبلها أيضا أصيب في الساق بشظايا في جبهة نهم. عبد الله أيضا هو كان لا يتوانى عن أي مهمة، لا يتردد، لا يعتذر، لا يراوح مثلا، ليس فقط عن الجوانب الصحفية وإنما أيضا بالجوانب المهمة الإنسانية. عبد الله استقبل صحفيين من صنعاء ومن تعز من عدن من كل المحافظة اليمنية بمعية بعض الزملاء في مأرب، عمل على تسكين بعضهم في مأرب مع أسرهم طبعا، حاول بقدر الإمكان أن يلم الأسرة الصحفية البسيطة الصغيرة في مأرب بمفرده، من خلال علاقته بالقوى السياسية، من خلال علاقته بالمنظمات الإنسانية، من خلال كان يعمل بصمت. من لا يعرف عبد الله القابلي يعرف أعماله في مأرب، ولذلك خسرت مأرب خسارة حزن الناس بشكل كبير جدا. حتى عندما ذهبوا يبحثوا عن جسده أو جثمانه أيضا تحرك موكب كبير ومهيب إلى قانية وتوقف بالطريق بعد أن أخبروهم بأن عبد الله فارق الحياة. نحن أيضا نشعر بهذا المصاب أيضا، ما يزال طازج. يعني لا زال قبل كم شهر أيضا هذا يعني كنت أود أن أتحدث عن يعني بلقيس يعني تخسر عدد من مراسليها أو مصوريها قبل فترة، يعني كنا نتحدث في نهاية شهر واحد يعني مطلع العام بالضبط. الزميل أيضا المصور في ريف تعز محمد القدسي رحمة الله عليه، هذه أيضا مشاهد ووثائق إدانة بالغة ولا يمكن أن تزول ببساطة أو تسقط بالتقادم. هذه جرائم حية ومثبتة، وأنت عندما تقتل صحفي تحاول أن تقتل الحقيقة كاملة. وهنا نحن أيضا في اللحظات الراهنة نستمع يعني لكثير إدانات ومتابعة للقضية حتى على المستوى الدولي، الاتحاد الدولي للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين، استمعنا كثير. لكن نحن نستمع وهم أيضا يوجهون نداءات، لكن الميليشيات أو القاتل لا يستمع ولا يأبه لهذه النداءات وهذه الجثامين الذي ترحل دون أدنى اعتبار للإنسانية وحق الإنسان بالحياة. نعم. أستاذ وليد، كتبت على صفحتك في الفيسبوك إن صعب أمر عليك أو احتجت لمعلومة في مأرب فابحث عن عبد الله القادري، قاموس المدينة وخارطة الضواحي، وتساءلت لمن ستتصل اليوم. أعيد السؤال إليك أستاذ وليد. عبد الله كان بالنسبة لنا كل شيء في مأرب. يعني عبد الله
كما قلت لك كان باسورد القناة في مأرب، وليس حتى أنا عندما رحل عبد الله تلقيت اتصالات كثيرة من زملاء من مراسلين كبار ومراسلين لوكالات عالمية بحثوا عن الطريقة التي استشهد في عبد الله، وعن كنت أيضا لحظتها منذ الساعة 10 صباحا وحتى 5 أنا كنت يعني تلقيت النبأ بوجع كبير من الزميل خليل، وكان عندي قناعة تامة بعد أن شاهدت الصور أولية لعبد الله بأن عبد الله فارق الحياة، لكن لم أستطيع أخبر الزملاء في غرفة الأخبار خوف الصدمة، ما تزال حادثة محمد القدسي يعني حية وطازجة. فيعني الموضوع عندما يكون يمس قريب أو صديق، كنت أنا أيضا مع عبد الله بشكل يومي ومستمر وفي أحلك الظروف، وهذا ما جعل اللحظة لم أستوعبها، يعني حتى المشاهد تتكرر يوميا أمامي في المشاهد الأولية الذي أنا طلعت عليها في الفيديو والصور للحظة نزيف عبد الله، للحظة أيضا يعني ألمه الشديد وهو ملقي في الأرض، كانت يعني مشاهد مؤلمة وصعبة جدا. إذن أستاذ وليد أيضا يعني أنه نرسل تحيانا لخليل الطويل مراسلنا هناك ونقول له الحمد لله على السلامة، هو أيضا يعني ونعزيه، يعني هو يشعر بأن جزء منه فقد برحيل عبد الله القادري. نعم، خليل رافق عبد الله خلال 2 يعني من العمل، وكانوا بمثابة يعني صنوان لبعض. وخليل أيضا يشعر بامتنان كبير لأنه واحد أيضا من الزملاء أو الصحفيين الشباب الذي قدموا من صنعاء إلى مأرب واستقبلهم عبد الله وحاول أن يعني يقدم لهم الخدمات ويعملوا مع بعض. هذه الأشياء التفاصيل الصغيرة البسيطة في داخل الأسرة الصحفية في مأرب، في تعز، في عدن، في داخل البلد، خارج البلد، هي التي تبقى للصحفي. الصحفي ليس له حزب وليس له قبيلة وليس له إلا هذه التفاصيل البسيطة. ولذلك خليل، أنا حتى خليل أيضا هو أصيب طبعا لولا الدرع الذي كان أصيب بـ3 شظايا، لم اخترقت الدرع ولم تصل إلى جسده، وشظية في الظهر، أيضا حصل له رضوض في الساقة اليمنى من الخلف، وما يزال يعاني من مضاعفات. هو أيضا ذهب إلى الطبيب ويعني يتلقى يتلقى علاج وفحوصات أولية وكشفت البارحة واليوم، لكن نسأل الله أن يعني يقوم بالسلامة أيضا، وصدمة كبيرة على خليل. صحيح. إذن اسمح لنا أستاذ وليد أن ينضم معنا الدكتور عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب عبر الهاتف. مساء الخير دكتور عبد ربه. مساء الخير لكم ولمشاهدينكم الأعزاء. نعم دكتور، نعزيك ونعزي مأرب أجمع واليمن كذلك بفقدها لعبد الله القادري الصحفي الشجاع، يعني كان قريبا منكم وقريبا من الناس أيضا، ما الذي تقوله في رحيل عبد الله؟ في الحقيقة الشهيد عبد الله القادري هو أحد أعمدة العمل الإعلامي محافظة مأرب، وفي الحقيقة استشهادة تخسر محافظة مأرب واليمن عامة أحد الكوادر الإعلامية الفاعلة التي كان لها بصمات خالدة في العمل الصحفي والإعلامي. شارك الشهيد وأنتم تعرفون في تغطية الأحداث والمواجهات التي شهدتها وتشهدها محافظة مأرب وغيرها من المحافظات، سواء كان في الجوف أو في شبوة، وكان يغطي فظائع الميليشيات الحوثية الإيرانية التي أوغلت في الشعب اليمني، وكان يوثقها بالقلم وبعدسته التي كان يحملها في المحافظة. وكان الشهيد من ذوي الأخلاق العالية التي كان يتعامل بمهنية ومصداقية لتعرية الميليشيات ولما تقوم به من إجرام في أبناء الشعب اليمني، وفي الحقيقة هو أوجعهم كثيرا لأنه كان ينقل الحقائق على المستوى الداخلي والخارجي في أثناء تغطيته وتعرية هذه الميليشيات الانقلابية. الشهيد في الحقيقة كان من الإعلاميين
البارزين والذي أمتشد منذ أول يوم وهو يحمل قلمه وعدسته من أجل الدفاع حتى عن القضايا الإنسانية، وأيضا تغطية الجبهات التي كانت تعري هذه الميليشيات التي أوغلت في الشعب اليمني سواء بجرائمها، وفي الحقيقة أكبر جريمة ويشهدها العالم هو استهداف الصحفيين. ونحن ندين بأشد العبارات استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف الصحفيين والإعلاميين، ونحمل الميليشيات الحوثية المسؤولة الكاملة عن جرائمها المستمرة التي تستهدف الشهود على ما ترتكبه من انتهاكات بحق الصحفيين، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب. نعم. إذا عبد القادري كان أكثر من صحفي ومصور دكتور عبد ربه، يعني ما الذي عناه رحيله لمأرب؟ في الحقيقة هو خسارة كبيرة جدا، تخسر مثل ما ذكرت لكم محافظة مأرب واليمن قاطبة، وبكل أسف وحزن تلقينا فاجعة استشهاد الشهيد الإعلامي عبد الله حسن القادري، وهو يوثق في اللحظات الأخيرة لهروب الميليشيات الانقلابية يوم الجمعة الموافق 13 أبريل 2018. هذه الميليشيات هي في الحقيقة لا يوجد لديها قيم. عبد الله كان من الذين يدافعون عن الجانب الإنساني، وأيضا رحيله هو في ترك فجوة كبيرة جدا، لكن بإذن الله عز وجل سيأتي إعلاميون سيغطوها ويغطوا الجرائم الحوثية التي اليوم أوغلت هذه الميليشيات الحوثية الإيرانية في أبناء الشعب اليمني 90%، وإن بالغت لا توجد اليوم أي أسرة يمنية إلا وفيها شهيد أو جريح أو أسير. الميليشيات الحوثية للأسف الشديد أصبحت توغل في الشعب اليمني. عبد الله كان أحد شهود العيان على جرائمها، سواء الجرائم التي كانت تستهدف بها المدن الآهلة بالسكان، وكان يوثقها، وكان أيضا ينبري بقلمه ويفضحها ويكشفها ويعريها. في الحقيقة هو خسارة على محافظة مأرب وعلى اليمن بأجمع، ولكنني على يقين أن هناك أمثال عبد الله سائرون على الدرب لتعرية هذه الميليشيات الانقلابية التي هي في السمك الأخير، والتي عما قريب ستذهب إلى مزبلة التاريخ إن شاء الله. نعم. إذن الحديث ربما يكون صعب عن ظروف الحرب وتحديدا مأرب التي تخوض أيضا معركة أخرى هي حماية المدنيين والنازحين فيها واحتوائهم، ولكن أود أن أسألك، هل هناك توجه من قبل سلطة المحافظة للاهتمام بأسر الشهداء والقيام ب يعني واجبها تجاههم، خاصة يعني شخص كعبد الله القادري؟ في الحقيقة أختي العزيزة، هؤلاء هم أبناءنا وإخوتنا الإعلاميين، وبذلوا أغلى ما يملكونه هو الدم، وأقل واجب نحن في السلطة المحلية وليس لا فضل ولا منة أن نقدم كل ما هو بوسع ومتاح للسلطة المحلية من رعاية أسر وأبناء هؤلاء الشهداء الذين تقدموا الصفوف للدفاع عن هذا الوطن في هذه الظروف الاستثنائية. وبإذن الله عز وجل السلطة المحلية في محافظة مأرب قائمة على تقديم يد العون بما هو متاح لها، وستظل إلى جانب هؤلاء وتوفير كل السبل التي يتطلبها أسرهم وأبنائهم، وسيظل أمانة في أعناقنا نؤدي الدور الذي كان المفترض أن يؤدي أسر أبائهم الذين استشهدوا. وفي الحقيقة نحن نعمل جاهدين في هذا الجانب لأسر أبناء المحافظة، وأيضا في أبناء الشهداء الذي في المحافظة. محافظة مأرب اليوم هي ليست محافظة مأرب الذي كانت سابقا، اليوم تتسع قرابة 2,800,000 من أبناء الشعب اليمني التي أغادلت فيها الميليشيات وتم تهجيرهم من مساكنهم. أبناء الشهداء هم على مسؤوليتهم وأمانتهم على عاتقنا وعلى عاتق الحكومة الشرعية
بأداء الواجب الملقى على عاتقنا بإذن الله عز وجل. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ وليد. أستاذ وليد، هناك يعني من يقول يعني يتحدث عن أسباب سقوط بعض الصحفيين اليمنيين إلى عدم وجود أدوات الحماية الصحفية، ما مدى صحة ذلك بالنسبة لمراسلي بلقيس؟ حقيقة نحن في بلقيس معروف، ومن يريد أن يتأكد من هذا فليتواصل مع أقرب مراسل أو أقرب مصدر. جميع زملائنا في الميدان المراسلين والمصورين يمتلكون أدوات سلامة، لكن بالنسبة عفوا لعبد الله، هو أيضا عبد الله لديه درع على سبيل المثال، لم يرتدي على الإطلاق، كان متعود أن حتى الإصابة السابقة التي تعرض لها ولم يتعلم منها أو يعني يأخذ الحذر من حتى آخر لحظات وهم في الطريق إلى قانيا حصلت مع خليل شوية معهم أنه يقول له البس الدرع، أنا ما يقول له أشعر أنه يضايقنا. عبد الله الشاب البدوي النحيل الخفيف الرشيق يعني لديه إصابته، لكن كانت يعني في هي في العنق طبعا، نعم بعيدة حتى بالضبط، لكن هو يأخذ بالأسباب الإنسان، ولكن نعم، لكن يعني نوجه ربما رسالة لبقية الصحفيين ألا يتهاونوا. نحن آسيا يعني شبه يومي أو كل نقول كل طلعت شمس ونحن نحذر الزملاء في الميدان أن يأخذوا الحذر، أن حياتهم أن يأخذوا الحذر، حياتهم أهم من المعلومة، أهم سلامتهم، أهم من الخبر، أهم من الصورة، أهم. لكن هناك نوع أحيانا نحن لا نعرفه، يعني لا نحن لا أو نجهله نوعا ما بالنسبة لهم في الميدان، أو مع أنه أيضا لا يوجد ضغط عليهم، لا نطلب الشيء الصعب ولا التوجه إلى الخطوط الأمامية أو التوجه إلى المناطق الملغومة والمناطق التي توجد فيها مواجهات وبؤر التوتر والصراع، لا، نحن نبحث عن الأشياء بالذات في الحرب مجنونة في البلد والقصف في يطار والغامر بالضبط. على العكس ربما هم مستهدفين أكثر من غيرهم. يعني نوعا ما الـ 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 الأدوات متوفرة، نوعا ما هم الـ 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 ربما هناك جراءة، نوعا من الجراءة، نوع من الإقدام، نوع، لكن هذه الأشياء أيضا هي تأتي مع الخبرة الصحفية، مع تلقي أيضا الدورات كمراسل حربي، مراسل يعني في أماكن الصراع والتوتر والمواجهات، هذه أيضا يعني لمراسلين كبار وتأتي بالتراكم مع طبعا هناك إرشادات، هناك توجيهات، هناك أشبه بميثاق شرف داخلي نحن نعمل وفقه داخل الشبكة وداخل القناة، وأنت تعلمي هذا أيضا. يعني خليل أصيب في شظايا واخترقت الدرع 3 شظايا كما قلنا في السابق، وشرح أيضا عندما بالضبط حدثت الحادثة، وحتى كشف الدرع أمام الشاشة أمام الناس الرأي العام الجمهور، يعني ما يحتاج إلى هذا كله الإيغال بالفكرة أنه ليس لديهم أدوات، أو لكن أحيانا الصحفي هو أيضا أحيانا أو المراسل ربما يعني يكون ضحية إهمال بسيط أو جزئية بسيطة كما حدث عبد الله، أصيب الأولى والثانية، لكن الثالثة هي من قتلتنا يعني مع عبد الله للأسف. وهذا أيضا إن شاء الله يعني يكون للزملاء البقية أيضا ك يعني جرس إنذار أو شيء يعني من الخبرات يكسبوا من خلف هذه الأحداث إن شاء الله. نعم، إذن أستاذ وليد أنت والسادة المشاهدين دعونا نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة. والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا. من عبد الله قابل مرورا بمحمد القدسي والآن عبد الله القادري، وبينهم عشرات الصحفيين الذين انتموا لوسائل إعلامية أخرى وسقطوا خلال الحرب، تنوعت أيضا طرق قتلهم وإصاباتهم. برأيك ما تأثير ذلك على المشهد الصحفي في اليمن؟ الحوثيين أخذوا المرتبة الثانية في أسوأ جماعة تتعامل مع الصحفيين بعد داعش. اليمن مرت بأسوأ أعوام للصحافة ولوضع الصحفيين أيضا، ولا تزال طبعا نحن نعيش في ظلمة الرعب الذي تعيشه البلد، خصوصا الجانب الإعلامي هو كان من دفع الضريبة والثمن باهظ. عموما جماعة الحوثي هي الأولى الآن في البلد، أو ميليشيا الحوثي هي الأولى، هي ثاني أسوأ جماعة بعد داعش، لكن على مستوى البلد هي الجماعة المتفردة أو الأولى الرقم واحد في الانتهاكات. نقابة الصحفيين آسيا أصدرت في تقريرها في العام الفائت، وكانت 300 حالة انتهاك للصحافة ما بين اعتقالات وقتل وتشريد وتعذيب وإخفاء قسري. حصل الحوثي على 204 حالة انتهاك، يعني من هذا الرقم الكبير ما يعادل 68-70% من الحالات الانتهاك بالنسبة لجماعة الحوثي. بعد جماعة الحوثي طبعا وللأسف أيضا الشرعية ب 54 حالة انتهاك، والتحالف العربي بثمان حالات بالإضافة إلى القاعدة حالتين، يعني الملف دسم مثقل ومثخن. هذا شيء مؤسف طبعا، نحن في القرن 21 في عصر الحرية، في عصر الانفتاح، في عصر المعلومة، في عصر أن يحدث هذا للصحفي للباحث عن الحقيقة في ظل أيضا أوضاع مضطربة. الناس تحتاج إلى معلومة، الناس تحتاج لمنقذ أقل شيء، لمن يخبرها بالحقيقة. أنت على أقرب لحظة أنت لا تقضي على الحقيقة، تقضي على صاحب الحقيقة وتقضي على الإنسان بشكل عام، وتذهب وتقتل. نحن أيضا عندما نحذر من هذه الجرائم أو باستمرار القتل، هو أيضا فعل موازي تماما، يستمر أيضا باستمرار القتل هو مخرج لاستمرار القاتل بالإفلات من العقاب، وهذا واضح طبعا من القدسي إلى عبد الله قابل إلى زملاء صحفيين آخرين أيضا من اليسار من اليمين من كل التيارات والأطراف والجماعات. ولكن نحن نقول بأن الضحية هو واحد، الضحية هو صاحب الحقيقة أو الشاهد على هذه الجرائم، الشاهد على الحرب، الشاهد على الانتهاكات التي تحدث. وللأسف أيضا يستمر المسلسل ولا يعتذر أو ولا يعتبر أي طرف أو هذه الجماعات عن هذه الانتهاكات المتجاسرين عليها أكثر من يعني من طرف وأكثر من جهة وأكثر من تيار. وخلال هذا طبعا لم تدخل حتى الآن بالنسبة لعبد الله مثلا محمد القدسي، لأنه يعني كان مطلع عام 2000 العام الحالي 2018، واليوم عبد الله القادري، يعني ربما نشهد خلال العام 2011 لا سمح الله القائمة أكبر أو تقرير أكبر. كان هناك أيضا تقرير آسيا في عام قبل عام في عام 2016، حالة القتل للصحفيين خلال العشرين السنة الفائتة 2300 حالة في العالم، يعني رقم مهول ليس رقم عادي. أو لكن يعني حين نتحدث عن العالم وليد، يعني نجد حين يقتل صحفي في أي مكان تضج الدنيا، المؤسسات الإعلامية، الاتحادات الدولية، يظل الحديث يعني عن صحفي واحد أو مراسل واحد يعني لمدة طويلة، وتقام الفعاليات والتنديدات وما إلى ذلك. في اليمن يعني تتكرر الحالات، لا نجد أي يعني عمل حقيقي لإيقاف ما يحدث، يعني كما شاهدنا في الفاصل يعني عبد الملك الحوثي يتحدث بكل وضوح، الصحفيين أشد خطرا من حاملي السلاح. أصبح من يحمل كاميرا يعني أنه أنت تعلن أنا مستهدف، يعني بطبيعة الحال أنت هو الهدف الأفضل بالنسبة لي. هو للأسف التحريض الذي تم خلال قبل الانقلاب وأثناء الانقلاب وما صاحب الغوغائية اللي حصلت أثناء الانقلاب وبعدها، كان كله استهدف صحفيين، تلفزيونات، مراسلين، مواقع أخبارية، صحف، توقفت تماما وأقفلت صنعاء على هذه الجماعة فقط،
واستمر مسلسل التحريض، استمرت الحلقات واستمرت معاهات كبرت الانتهاكات حتى وصلت إلى عندما سكت العالم أو صمت العالم والمنظمات والجهات المعنية، وصلت إلى حد القتل، سكتوا على إغلاق صحيفة أو إيقاف مراسل وإخفائه أو تعذيبه، وصلت إلى إخفاء قسري وإلى تعذيب وإلى انتهاك وإلى القتل. فنحن أمام سلسلة كبيرة أيضا وتمتد. لطالما استمر المجرم أو القاتل بالإفلات من العقاب والإدانة الحقيقية والمحاكمات والإيصال إلى حبل المشنقة يستمر القتل. هذه الجماعة آسيا هي ترتكب الفظاعات في اليمن كجزء من المسلسل القائم أو من الحرب القائمة أو الدائرة في البلد. يعني العالم يتعامى عن الحرب، عن حربها أو عن انقلابها أو عن مشروعها، وهو أيضا في التفاصيل الجزئية البسيطة يتغاضى عن الأفعال الداخلة أو المكونة لهذه الأفعال الكبيرة، قتل الصحفي، إخفاءه، تعذيبه، انتهاكات، إقفال وسائل إعلام، مصادرة حقوق، يعني بشكل عام. وهذه الجزئيات الكبيرة، اليمن هو مغيب بشكل عام من الحالة الكبيرة والحالة الصغيرة من عن المشهد بشكل عام. أنا الصحفي أو الانتهاكة اللي تحدث للصحفيين هي جزء من الحالة العامة، جزء من الوضع المريب الذي يشاهده العالم جميعا في اليمن ولا يتحدثون، ولذلك الكلفة أكبر والثمن باهظ بالنسبة للصحفي، خصوصا أن هناك إدانات وهناك محاولة تواصل و لكن حتى الآن نحن كنا في أثناء استشهاد محمد القدسي، الزميل محمد القدسي، ننتظر موقف معين، ننتظر من الاتحاد الصحفيين العرب، من الاتحاد الصحفيين الدوليين، من لجنة حمايته، فقط إدانات بسيطة وبيانات. ما تفسيرك لهذا؟ يجب يعني اليوم حاولنا مثلا أن يكون معنا من اتحاد الدوليين العرب أحدهم، ولكن لا، حتى لا يوجد إجابة يعني للأسف. أصبح الصحفي اليمني آسيا، أصبح الصحفي اليمني يعني لا قيمة له في أمام جميع الأطراف. هو إذا اهتمت الحكومة الشرعية، اهتم الجهات الرسمية، اهتمت الدولة نفسها، اهتمت نقابة الصحفيين، اهتمت المنظمات في البلد، او حتى لو انا اعرف باننا نعيش في 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 زمن قلة الحيلة بشكل عام للأطراف اليمنية جميعا مرتهنة للخارج، لكن انا اتحدث عن المواقف التي يجب ان يتخذوها اذا تحركت الجهات الرسمية المعنية بهذه الملفات واوصلتها للمجتمع الدولي الخارجي. سيتحرك المجتمع الخارجي لإدانة هذه يعني واتخاذ مواقف جريئة. نحن من يوم إلى آخر يستمر هذا العمل وهذا الإجرام، وأيضا يستمر الصمت بالمقابل. لكن نحن نتمنى في 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 الوقت الحالي أن يتم وضع قائمة أو لائحة سوداء بهذه الأسماء، بهذه الجماعات بشكل عام، الذي انتهكت الصحفيين ودفعت بهم إلى التشرد والتعذيب والانتهاكات والقتل. ونظل طبعا نحن نظل متمسكين بحقنا، ونظل أيضا لا يمكن أن تسقط هذه الجرائم بالتقادم، وسنظل نلاحق القتلى والمجرمين حتى يسلموا إلى العدالة يعني والمحاكم الدولية. برأيك النقابة يعني لماذا تكتفي ببيان إدانة، لم تقدم أي مواقف حقيقية تتعلق بحماية الصحفيين، تخليد ذكراهم، أي شيء يذكر؟ يعني أنا أعلم أن النقابة هي كانت شبه ميتة قبل الأحداث وتحقق موتها بعد الانقلاب، ولكن يعني ألا يعقل أن يعني يأتي باعث حياة جديد في هذه النقابة يعني التي هي فعلا يفترض أن تكون بيت كل الصحفيين؟ النقابة هي أيضا للأسف يعني نحن نقولها بحسرة، تخطفتها مجموعات يعني من تيارات سياسية وأحزاب، وفي لحظة من اللحظات كانت نقابة الصحفيين هي رأس الحربة والمدافع الأول والنقابة الكبير، البيت الرئيسي للنقابات في الواجهة يعني في البلد، وكانت في إبان يعني عنفوان أو في العصر الذهبي لنظام علي صالح.
يعني واجهت وصنعت الكثير من الأشياء للصحفيين، لكن الآن حاليا يعني ربما لديهم ظروف معينة في هم اكتفوا بالبيانات، وأغلبهم طبعا أيضا التزموا الصمت، أغلبهم أيضا يعني غادروا البلد. هذا أنا أتحدث عن مجلس نقابة الصحفيين، لكن هم مستمرين طبعا إحنا بالتواصل معهم في نبحث أيضا عن طرق أخرى عن كيف يتم يعني مواجهة في الخارج. أستاذ وليد، ليس ذلك أدعى بهم إلى إيصال هذه الملفات يعني نقابة صحفيين الدوليين للعالم، لنقابة صحفيين العرب، للضغط لكل نقابة أو منظمة مهتمة بالجانب الإعلامي للضغط على كل الأطراف؟ هو طبعا جزء من المسؤولية، أو هي المسؤولية الحقيقية الملقاة على عاتقهم. لا يمكن أن يستمر عضو في مجلس نقابة الصحفيين يتحدث من منبر معين أو يصدر بيان معين ولا يتحرك. يعني المسألة أصبحت بسيطة جدا، أن تصدر بيان أو تصريح معين وتلتزم الصمت بعده أشهر وتنتظر جثة صح زميل لك جديد. يعني نحن نتمنى طبعا أن الزملاء كالعادة من مجلس نقابة الصحفيين أن يتحركوا، أن يقولوا شيء للعالم، أن يحاولوا أن يلملموا هذا الشتات ويتخذوا مواقف ويخلدوا هؤلاء الزملاء الذي يدفعوا حياتهم ويدفعوا دماءهم ثمنا للحقيقة كشهود، يعني ليس إلا. ولكن أيضا نحن سنظل بمتابعتهم إن شاء الله إذا يعني يحدث تجاوب ونصل إلى شيء رئيسي يعني معهم. نعم، هناك تنصل للكثير من بعض وسائل الإعلام تجاه مراسليها، سواء على مستوى التدريب، توفير وسائل الحماية، التعويض أيضا. برأيك لماذا؟ طبعا حقيقة بعض الوسائل يعني تكتفي أن يكون لديها مراسل بمبلغ زهيد أو يوصل لها المعلومة، ولا تريد أن تؤهل هذا المراسل أو تعمل على رعايته وتفقده وإلى يعني أقل شيء في الأشياء التي تخدم أو يعود نفعها على الوسيلة نفسها وعلى الجانب المهني. نحن طبعا في بلقيس للأمانة يعني حتى نكون منصفين لم يتلقى زملائنا تدريب كافي حتى على الإسعافة أولية حتى على المستوى المهني، لكن مع الـ مع مع الـ مع الـ الخبرة اليومية، مع التواصل اليومي، مع وظرف أيضا البلد والوضع القائم، بعض الوسائل طبعا ونحن نحاول طبعا إلى يعني بالتفاصيل البسيطة هذه نحاول بقدر الإمكان أن تظل قائمة بيننا الجانب المهني، الجانب الإنساني، العمل الذي يعود أيضا علينا وعليهم بشكل رئيسي على المهنة وخدمة العمل الصحفي المهني المحترم والمحترف. فطبعا بعض الوسائل أنا لا أبرئ وسيلة أو أدين أخرى، ولكن بعض الوسائل أيضا تكتفي بأن يعني تعتمد على ما تنشره وسائل أخرى، ما ينقله مراسل آخر ويقول لك أنا لا أستطيع يعني أن أؤهل فلان وخلاص أنا أنقل من الوسيلة هذه أو من المراسل أو من الموقع الفلاني وأخلص، بدل ما أعمل على تأهيل وخسارات. وهذا للأسف أيضا أحدث هذه يعني التراخي أمام المهنية الراقية والمحترمة والتي تقدر الصحفي وتقدر قيمته. نحن أيضا نهتم بالزملاء ونحاول بقدر الإمكان أن لا نخسر زميل، أن لا نفقد أي عنصر من عناصرنا الفعالة أو الفاعلين في الميدان ومن هذه الشبكة. بقدر الإمكان أيضا نحاول أن يعني نستمر بعلاقاتنا مع الزملاء حتى وبعض أسرهم الذي فقدناهم طبعا زي الزميل عبد الله قابل ومحمد القدسي، ونبحث عن أشياء مشتركة يعني لهم. يعني ونحن كنا نتحدث عن النقابة، كان يفترض أن يكون معنا نبيل أسيدي عضو مجلس نقابة صحفيين، ولكن يبدو أنه غيب كما غيبت هذه النقابة. حاول يعني وكان على وعد معنا، ولكن كما أشار لي الزملاء لا يجيب على هاتفه. إذن يعني ألا توجد أستاذ وليد ضوابط قانونية تنظم العلاقة بين المراسل ووسيلته الإعلامية، أو بين يعني الصحفي وبين وسيلته الإعلامية؟ كيف يمشي الأمر يعني؟ هي للأمانة آسيا أنت أيضا تعلمي بأن العمل الصحفي هو عمل مهني، عمل
له قيمته الحقيقية وخامته. يعني أنا لطالما أنقل حقيقة يجب أن تسير الأمانة المهنية بيننا، يجب أن يسري هذا التعامل بطريقة أكثر رقي واحتراما للمهنية والضمير الصحفي المهني. نحن نعتمد أيضا على ما يشبه الأمانة، هو ليس ميثاق شرف داخلي، هو أشبه بميثاق شرف وقواعد إرشادية وقواعد عمل رئيسية تحذيرية، إرشادات سلامة، يعني المسيء يعاقب والمبدع أو يكافأ، وهذه الأشياء البسيطة أو التي نحن نعمل وفقها هي المحددات الرئيسية للمسار العمل اليومي في عملنا اليومي وعلى مدار الساعة. هناك أيضا أشياء يعني يتم إعدادها هذه خلال هذه الفترة للزملاء المراسلين، من ضمنها طبعا تلقي التدريبات، ونحن نعمل على بقدر الإمكان على الاستمرار في هذا الجانب، يعني ومحاولة يعني إيصالهم إلى أقصى مدى من أولا المهنية والتحلي بالأخلاق الصحفية العالية، بالإضافة إلى الجانب الذي يعود عليهم بالفائدة وهي الجوانب الأخرى. يعني نعم، إذا لو تحدثنا عن دور وزارة الإعلام والحكومة في مثل هذا الموقف، نعلم أنه بعد فقدان أي صحفي هناك بيان نعي من رئاسة الوزراء وآخر من رئاسة الجمهورية ثم لا شيء. للأسف هذا أصبح أشبه ب يعني أرسو تقاليد وقوانين خاصة بهذه أي نظام أو أي، للأسف يعني يأتي ويقوم بنفس الدور الذي كان يقوم فيه نظام علي عبد الله صالح، جاء نظام هادي نفس المسألة يقوم في اتجاه الصحفي. الصحفي لا يتلقى أي اهتمام أو حتى من السلطة الرئيسية أو الجهة الرئيسية الممثلة بوزارة الإعلام والمؤسسات الحكومية المهتمة بهذا الجانب أو التي لها علاقة أو صلة مباشرة بالصحفيين بشكل عام في الوسط الإعلامي. الوضع يزداد سوء طبعا. نحن مثلا على سبيل المثال يعني نتلقى التعازي من المسؤولين في الدولة، لكن عندما تتحدث عن أي اتخاذ خطوة بعد التعزية أو اتخاذ أي موقف تجاه هذا الصحفي، تجاه أسرته، تجاه أقل شيء في زملاء صحفيين لنا مثلا فقدوا حياتهم وهم لديهم مثلا يعني وظائف، لم يتم حتى تحريك ملفاتهم أو اعتماد هذه الوظائف الذي هي أصلا مع وجود مؤسسة إعلامية تابعة للشرعية، يعني تابعة ومتخمة أيضا وتكبر للأسف، يعني تكبر أو متخمة بأشخاص آخرين ليس لهم أي علاقة وهذا من الفساد القائم داخل هذه المؤسسات والذي أيضا يتسع وتزداد شهية هؤلاء الأشخاص، بينما الناس الذي يجب أن يكونوا هم يدفعوا حياتهم في الميادين وأيضا لنقل رسالتهم، يعني بالضبط، والوقوف أيضا مع يعني مع الشرعية وهذه الأنظمة. نعم، إذن لن ينتهي الحديث عن أوجاع الصحفيين في هذه البلد للأسف الشديد. نتمنى أن يكون الزميل عبد الله القادري آخر من نتحدث عنه كصحفي نفقده ويرحل عنا. شكرا جزيلا لك وليد البوكس، مدير إدارة المراسلين بالقناة، وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.